فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم إقبال الإمام على المأمومين بوجهه إذا علم أن الصفوف مستوية؟ إذا علم كيف يعلم أن الصفوف مستوية؟ يتأكد، يلتفت ليتأكد، لأنه ما يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي، مع أنه يعلم لأنه يراهم من خلفه كما قال صلى الله عليه وسلم، يراهم من خلفه كما يراهم أمامه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان يلتفت يمينا وشمالا، نعم، ليتأكد، نعم. ويقول حفظك الله: هل يلزم أن يلتفت بكامل جسمه أم يكفي أن يلتفت يمينا وشمالا فقط؟ حسب الحاجة، يلتفت حسب الحاجة، إذا احتاج إلى الالتفات بكامل جسمه فلا بأس، وإذا كفى التفات بوجهه يكفي هذا، لأنه ربما يكون الجماعة الصفوف كثيرة يحتاج إلى الالتفات بكامل جسمه، أما إذا كان صفا واحدا فيكفي أن يلتفت بوجهه، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.